أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه فترة إخبارية تحليلية مفصلة. ملفنا الأول اليوم عن المؤتمر الاقتصادي والذي سيعقد خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أكتوبر الجاري، وآخر الاستعدادات التي تقوم بها الدولة وأهمية هذا المؤتمر وأهدافه. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عقده لاستعراض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإنتاج المتميز للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية. وقد وجه السيد الرئيس بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات في هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سعيا نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي. وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجه السيد الرئيس بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات والتي يبلغ عددها 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدة صناعية. كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني خاصة عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد، بعد التحية، كيف تتابع الاستعدادات واللمسات الأخيرة والتجهيزات لاستضافة مصر للمؤتمر الاقتصادي القادم؟ أهلا وسهلا يا أستاذ أمل، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد يعني أنا عايز أبدأ وأقول أن المؤتمر الاقتصادي في الأساس هو استجابة من السيد الرئيس لما يتابعه بنفسه من أجواء نقاشات اقتصادية. أصبح الاقتصاد مكون أساسي من مكونات تفكير المصريين، أصبح الجميع يتحدث من الاقتصاد عن الاقتصاد، وهذه ظاهرة صحية ولكن يجب أن توضع في إطارها الصحيح. هناك حوارات كثيرة في مجال الاقتصاد سابقة تابعناها عند إعداد الموازنة العامة ما بين الأحزاب والمؤسسات المرتبطة بذلك، تابعناها أيضا في الحوار الوطني الدائر الآن. المؤتمر الاقتصادي هو آلية جديدة تضاف لآليات الحوار المجتمعي. السيد الرئيس من خلاله
بيضع الجميع أمام مسؤولياته. فهناك الكثير من الآراء التي أثيرت في الفترة الماضية حول طبيعة التحديات التي تواجهها مصر تأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية ومرتبطة بها من حالة تضخم عالمي، ولكن هذه الأطروحات وهذه المقترحات والأحاديث الكثيرة تحتاج إلى إطار، تحتاج إلى ضبط، لأن متخذ القرار له ضوابط حاكمة للقرارات الاقتصادية التي يتخذها. بالتالي فقد كان المؤتمر الاقتصادي هو فرصة لكي يطرح الجميع ما يراه، يتم مناقشة الأمر ما بين الخبراء والمستثمرين في إطار موضوعي يتسم بالشفافية، يتسم بمراعاة الاعتبارات ومحددات اتخاذ القرار. المؤتمر هو ملك للمشاركين به، هو ملك أيضا للجميع، فهناك موقع إلكتروني يتلقى مقترحات المصريين، هناك تطبيق على الموبايل يتلقى تلك المقترحات، بحيث يتم تنقية هذه المقترحات والتباحث بشأنها بصورة موضوعية من خلال المؤتمر الاقتصادي، لتصدر عن المؤتمر الاقتصادي توصيات حقيقية تساعد في إمداد مصر بسياسات جديدة وبأفكار جديدة تساعدها في تطوير الرؤى المستقبلية والمسار المستقبلي للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة. الأفكار الجديدة ربما يكون الهدف من الاجتماع من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة حول مخطط وزارة التجارة والصناعة في كيفية جذب الاستثمارات الصناعية المختلفة إلى مصر، وفي المقابل أيضا طرح آليات مختلفة لتذليل العقبات أو العراقيل أو الصعوبات أو التحديات التي يمكن أن تواجه أو تحول دون جذب هذه الاستثمارات. كيف ترى هذه التوجيهات التي صدرت من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية؟ يعني الواقع أن هذه التوجيهات هي التوجيهات التي ننتظرها والتوجيهات الهامة جدا في هذه المرحلة، ولا بد أن يراعي المشاركين في المؤتمر الاقتصادي هذه التوجيهات. فالمؤتمر الاقتصادي لا ننتظر منه خطوطا عامة، لا ننتظر منه آراء فلسفية، لا ننتظر منه كلاما مطاطا، ولكن ننتظر منه أفكار متعلقة بالخطوات التنفيذية وما يمكن البناء عليه. اليوم السيد الرئيس بيعطي توجيهاته بأشياء محددة، على سبيل المثال ملف متعلق بالمناطق المجمعات الصناعية، لدينا مشروع بالفعل لنشر المجمعات الصناعية في مصر، تابعناه في بورسعيد في الإسكندرية في مدينة السادات في مناطق متفرقة في الصعيد والمناطق الجديدة. هذه المناطق الاقتصادية المستثمرين بها لديهم مطالب، لديهم تحديات. القضية الآن كيف تحل هذه التحديات، كيفية تسهيل الإجراءات، كيفية الاستجابة لمطالب المستثمرين لزيادة عدد المصانع، لزيادة الإنتاج الصناعي المصري. هذه هي التفاصيل التي المهمة، هذا جوهر توجيهات السيد الرئيس، وهذا أيضا ما ننتظره من المؤتمر الاقتصادي، البحث في التفاصيل وليس الحديث فقط في صحيح. العموميات. طبعا عن هذه التفاصيل وعن كيفية جذب الاستثمارات الصناعية المختلفة إلى مصر، بطبيعة الأحوال هي مسؤولية مجتمعية بتقع على عاتق وكاهل الجميع، ليس فقط الحكومة المصرية ولكن أيضا القطاع الخاص، وأهمية مشاركة وتفعيل دور رجال الأعمال الوطنيين أصحاب الخبرة الطويلة في المجال الصناعي والاستثماري. كيف ترى أهمية يعني هذه المنظومة ومدى تكاملها ما بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف مصرية بشكل خاص؟ الواقع عندما نحدد المسؤوليات، خلينا نبدأ بالحكومة. الحكومة قامت بمجهودات كبيرة جدا منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، سيما في مجال توفير الأراضي الصناعية وتوفير الطاقة، سواء الطاقة الكهربائية أو الطاقة بالغاز، وتقديم حزم متنوعة من الحوافز والضمانات. ولكن أتت تداعيات كورونا وتباطؤ معدلات النمو بصورة أدت يعني إلى أن هناك محدودية في الاستجابة من القطاع الخاص لما تقدمه الحكومة من ضمانات ومن حوافز. بالتالي الآن ونحن في مرحلة
جديده سيما في ظل حاله التضخم التي تضرب الاقتصادات الكبرى والدول الصناعيه. هذه الحاله التي ادت الى ارتفاع الواردات المصريه، ارتفاع تكلفه الواردات المصريه من الخارج بصوره جعلت من ان الانتاج في مصر اصبح اكثر تنافسيه. هذا الامر يعزز من تنافسيه الاقتصاد المصري، يشجع المستثمرين على العمل، بالتالي فلا بد من ان يكون هناك حوار مع المستثمرين، لابد ان يقوم المستثمرين المصريين بواجبهم سواء بالتصدي للقيام باستثمارات بصوره فرديه او من خلال جذب استثمارات اجنبيه. المستثمر الاجنبي عندما يدخل بلد لا يدخل منفردا، هو اما ان يشتري مشروع قائم او يدخل شريكا لاحد المستثمرين المصريين، بالتالي فان المستثمرين المصريين هم عماد جذب استثمارات خارجيه لكونهم هم الشركاء المناسبين في ذلك. نحتاج في هذه الفترة إلى مزيد من المرونة ومزيد من الاستجابة للقطاع الخاص المصري لما تقدمه الحكومة المصرية من مبادرات لتشجيع القطاع الخاص، وفي نفس الوقت نحتاج إلى فعلا إلى استثمارات أجنبية. أتصور أن الحكومة منفتحة بصورة كبيرة على تطوير برامج التحفيز الاقتصادي حتى وإن وصل الأمر إلى أن تنسحب من بعض القطاعات وفقا لوثيقة ملكية الدولة التي يتم الإعداد لها حاليا والتي ستعتمد في المؤتمر الاقتصادي القادم. اتصور ان هناك اجراءات كثيره جدا حدثت لدعم القطاع الخاص ولتحفيزه، ومن المنتظر ان يكون هناك اجراءات اكثر خلال الفتره القادمه. شكرا جزيل الشكر دكتور وليد غاب الله عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع على هذه المداخله والمشاركه معنا، وايضا للمزيد من التفاصيل والمتابعه والتحليل ينضم الينا هاتفيا الدكتور محمد الجوهري استاذ التمويل والاستثمار. دكتور محمد بعد التحية، كيف تتابع ملامح خطة وزارة التجارة والصناعة لجذب الاستثمارات الصناعية المختلفة إلى مصر؟ الحقيقة طول القيادة السياسية في الأونة الأخيرة أهمية قصوى للاقتصاد المصري، وتوجه دائما لمزيد من الاهتمام بالاقتصاد وما أوجدته الوزارة متمثله في وزاره التجاره والصناعه في الاونه الاخيره من اهتمام بالمشروعات الصغيره المتوسطه، وايضا الى السعي الى اصدار بعض القوانين والحوافز الخاصه بالمشروعات الصناعيه. ايضا ما جاء من محافظ البنك المركزي بالتعاون مع هذه الوزاره في تسهيل طرق الاستيراد والاعتماد المستند الخاصه بالصناعات خاصة التي تحتاج منها المواد الأولية، وهذا يأتي على غرار خطة النهوض بالاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا ما وجه به بإقامة مؤتمر اقتصادي كبير في مصر حتى يكون النواة لرؤية اقتصادية قادمة بإذن الله لاقتصاد أفضل. تمام. طيب دكتور جوهري، يعني فيما يتعلق بالمشاركة في هذا المؤتمر الاقتصادي الهام، أكثر من 21 جهة محلية وإقليمية، أكثر من 400 شركة قطاع عام وقطاع خاص، رؤساء جامعات، رؤساء اللجان في مجلسي النواب وأيضا مجلس الشيوخ، كيف ترى حجم هذه المشاركة ودلالتها أيضا؟ الحقيقه عندما وجدت كل هذا الكم والزخم من المهتمين بالاقتصاد واساتذه الاقتصاد في مصر، ايضا مما شاهدته من اجنده المؤتمر، لفت انتباهي ان اجنده المؤتمر تستوعب الكثير من الخطط الاقتصاديه ومناقشه الكثير من اوجه النهوض بالاقتصاد المصري، وقسمت هذه الاجنده الاهتمامات الى عده امور، فهناك سياسات اقتصاديه للاقتصاد الكلي وهذا شيء جيد، ايضا تمكين القطاع الخاص وتهيئته لبنيه الاعمال القادمه وخارطه الطريق لقطاعات الاقتصاد القومي المختلفه. ما نجده في خارطه او في اجنده ومحاور عمل المؤتمر انه يعني جمع كثير من المحاور الاقتصاديه التي من المهم ان تكون او تناقش في اي اقتصاد ناجح لاي دوله، خاصه دوله ناميه او دوله تسعى لركوب اقتصادها مثل مصر. ايضا ما وجدته في الاهتمام بالمتحدثين
الذي اعلن عنهم ان كثير من المتحدثين متحدثين رسميين للاجابه على تساؤلات كثيره، وايضا خبراء واساتذه في الاقتصاد في مصر، وهذا يجعل من هذا المؤتمر وهذا الزخم الموجود بكثير من العلماء يجعله اهم جدا للسعي نحو رؤيه جديده للاقتصاد المصري، وايضا لطرح خارطه الطريق في الفتره القادمه للنهوض بالاقتصاد. تمام دكتور محمد، يعني ما هي اهم وابرز التحديات ربما او المعوقات التي تحول دون جذب الاستثمارات الصناعيه، وكيف يمكن تذليل هذه المعوقات وفقا لرؤى وخطط واضحه الملامح والمعالم، ووفقا ايضا للتوجيهات التي جاءت على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه؟ الحقيقه جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، بعدما كان يسير الاقتصاد المصري بخطه ثابته منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد، وبعد ان يعني انتكس فتره طويله وبدا في بناء البناء اللوجستي لدعم هذه المشروعات، الا انه تعثرت هذه الخطوات في ازمه كورونا في الحرب التي حدثت في اوكرانيا، مما اثر على الخطوات المنتظره للنهوض بالاقتصاد المصري خاصة بالصناعة. وأجد أن في الفترة الأخيرة ما أعلنه السيد الرئيس عن هذا المؤتمر، وأعلنه السيد رئيس الوزراء عن الاهتمام ببعض الصناعات خاصة الصناعات التي تجتذب المستثمرين داخل مصر، وأيضا من تذليل العقبات نحو وجود حوافز للمستثمرين الأجانب والعرب على حد سواء والمصريين، خاصة في المشروعات الصناعية الكبرى التي يقام عليها مشروعات صغيرة أيضا. هذا هو الطريق الصحيح نحو خارطة مستقبل أفضل لاقتصاد مصر، وأيضا التوجيه بتسجيل عقبات الاستيراد للسلع الأولية أو للخامات الأولية التي تستخدم في الصناعة سيؤثر بشكل جيد على جذب كثير من الاستثمارات في مصر، وأيضا مصر مؤهلة لهذا التطور خاصة بعد وجود طاقة ووجود بناء دعم لوجستي للطرق ووجود سياسه وتوجه الحكومه للنهوض بالاقتصاد المصري. تمام، يعني مصر بطبيعه الاحوال جزء من العالم، وهي حالها حال باقي بلدان العالم تتاثر بالازمات العالميه، وكما تحدثت على سبيل المثال الازمه الروسيه الاوكرانيه والازمات الاقتصاديه العالميه بطبيعه الاحوال. الى اي مدى هذا الامر يقودنا الى اهميه الحديث عن وجود يعني تضافر وتكاتف وتعاون دولي بين كل دول العالم لمواجهه الأزمات الاقتصادية والعبور بسلام من التداعيات والتبعات السلبية الخطيرة للأسف اللي كان ليها تأثير خطير على كل دول العالم؟ أعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية أعطت درس كبير لكل الكيانات الاقتصادية الكبيرة والصغيرة على مستوى العالم ككل، ووضعتها أمام تحديات كبيرة خاصة في ظل نقص الطاقة وفي ظل نقص الإمداد الغذائي، وتكاتفت الدول جنبا إلى جنب للخروج من هذه الأزمة. ويمكن ما نشاهده في الشهر القادم من قمة المناخ وما نشاهده من تطورات أو مؤتمرات خاصة بالجانب الأوروبي أو الجانب الآخر الجانب الشرقي، تضافر هذه الجهود للخروج من الازمه يعطينا ان العالم كله هو كره واحده، وان نحن جزء من هذا العالم، جزء لا يتجزا، وان امن واقتصاد العالم كله لا يتجزا ولا ينفصل عن الاخر. وذلك ما رايناه ان اوكرانيا تمد العالم بالقمح، وان روسيا تمد العالم الاوروبي بالبترول، هذا مكمل لذاك، وبذلك نكون لابد ان يكون هناك تكاتف دولي بين الدول البعض والبعض الاخر لكي يكون حياه افضل ومستقبل افضل للعالم كله. اشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الجوهري استاذ التمويل والاستثمار على هذه المداخله والمشاركه معنا. ننتقل إلى الملف الثاني اليوم، وهو أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي تتواصل فعالياته ويعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد من الوزراء.
مواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية ودمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي كان على رأس أعمال الجلسات وورش العمل التي شهدتها فعاليات اليوم الثاني لأعمال المؤتمر الدولي أسبوع القاهرة المياه، المياه في قلب العمل المناخي في دورته الخامسة. حوارات مثمرة جدا، الحديث كله بيدور حول إن إزاي المياه في موجودة في قلب العمل المناخي، وده طبعا مصر هنا بتاخد الريادة في المرحلة دي، وخصوصا ان اسبوع القاهرة للمياه اصبح من اكبر احداث المياه على مستوى العالم، وخصوصا قبل مؤتمر المناخ اللي هيحدث ان شاء الله في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، والاعداد له الحقيقة كان مهم جدا ان احنا نجمع اراء الخبراء وصناع القرار علشان ناخد من المخرجات اللي حصلت في اليوم الأول واليوم الثاني، ونبعث رسائل محددة إلى مؤتمر المناخ إن شاء الله في شرم الشيخ نوفمبر 2022. جلسة رفيعة المستوى شارك فيها دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حول تمويل المياه والاستثمار والتعاون بين مصر وشركائها بهدف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي لدول حوض البحر المتوسط. كل ما يجب فعله على الصعيد المائي، لأن الصعيد المائي والمياه هو قطاع إنساني بالدرجة الأولى، وهو عليه تعتمد الحياة، تعتمد القطاعات الأخرى المختلفة، وأيضا على رأسها قطاع الزراعة اللي هو بيأمن لنا الأمن الغذائي. بالتالي أي خلل في موازين القطاع المائي والنقص في المياه له انعكاس على الحياة. كان عندنا أكثر من ورشة، فيها ورشة مهمة جدا منظمها معهد علوم البحار، بتتكلم عن المياه في توشكا وزيادة المياه اللي حصلت الفترة الأخيرة في بحيرة ناصر مع موسم الفيضان، وملت بحيرات توشكا اللي هي بتبدأ من أول منطقة أسوان ومنطقة توشكا في أسوان لحد الجهة الثانية اللي هي الواحات الخارجة. تعزيز الابتكارات والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية كانت على رأس موضوعات جلسات وورش عمل اليوم. وتتواصل فعاليات المؤتمر الدولي أسبوع قاهرة المياه في دورته الخامسة، المياه في قلب العمل المناخي، لليوم الثاني على التوالي بعقد عدد من الجلسات وورش العمل لتحقيق التعاون المشترك وتحقيق الأمن المائي لكافة الدول الأعضاء. من داخل عمل المؤتمر، عبد الحميد صقر، النيل. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس. دكتور أحمد، بعد التحية، في أي سياق وفي أي إطار تضع أهمية أسبوع القاهرة للمياه؟ يعني أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا احنا بنتحدث على قضية هامة جدا في أسبوع القاهرة للمياه، يمكن تصادف مع الجموح اللي احنا شايفينه على مستوى العالم كله للتغيرات المناخية ومدى اهتمام العالم بهذا الموضوع الهام، لأنه مرتبط بقضية كبيرة جدا ذات صلة بالوجودية وأصل الحياة اللي هو الأمن الغذائي الذي أصبح قضية أمن قومي لكل دول العالم. وإحنا في ظلال أن مصر سيعقد بها المؤتمر شرم الشيخ كوب 27 الخاص بالمناخ اللي يحضره معظم دول العالم، وبالتالي كان يعني المناخ هو قلب الحدث في الموضوع بتاع أسبوع القاهرة للمياه، وكان التركيز فيه ما هو الذي سيحدث لمجابهة هذه التغيرات المناخية، وكيف أن لهذه التغيرات المناخية أثر وشديد على المياه، والتي يعني هتؤثر في قضية يمكن يحصل فيها هجرة بيئية، يعني ممكن مناطق يحصل فيها اختفاء للحياة. احنا شفنا حضرتك التصحر في دول عديدة، شفنا تطورات مناخية ما كناش بنشوفها قبل كده، ولذلك كان لابد من التركيز على هذه القضايا في مجموعة ورش ومؤتمرات علمية، ان احنا ازاي نواجه هذه الظاهرة وازاي نواجهها وازاي نعزز من جهود السلم الدولي صحيح التنمية المستدامة. زي ما سيادة الرئيس قال في الكلمة في بداية افتتاح المؤتمر، ان هذا المؤتمر او هذا الاسبوع اصبح منصة اقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار العالمي حول قضية المياه.
صحيح. يمكن دكتور أحمد، من أهم وأبرز أهداف هذا المؤتمر أو ملتقى القاهرة للمياه دمج قضايا المياه مع قضايا التغيرات المناخية، ونحن طبعا بصدد الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم بمشيئة الله. يعني كيف ترى القواسم المشتركة التي تجمع بين قضايا المياه وقضايا التغيرات المناخية؟ يعني هي الاثنين قضية لا انفصام لها، يعني لا انفصام عن قضية التغير المناخي والمياه، هما يعني أصل واحد، ولهذا لابد أن تكثف التحرك الدولي السريع لمعالجة قضايا المياه، ولابد أن نعلم أن هذه المياه هي قضية وجودية. وعندما نتحدث عن المياه وكل ما يتعلقها بقضايا وسدود وخلاف ما بين الدول، لابد أن يكون في ركيزة أساسية، وهي إن الماء حق أصيل زي حقوق الإنسان كده. يعني إحنا بنتكلم على المياه زي الماء والهواء والأرض، هما حق أصيل من حقوق الإنسان، ولذلك لابد كل القضايا، ما ينفعش حد يجور على الثاني في قصة المياه دي. وفي نفس الوقت حتى الخبرة لابد من تعاون المجتمع الدولي بالإمداد الدول، وخاصة الدول الناشئة والدول النامية، بكل ما لديه من خبرات وعمليات تحديث. احنا كنا بنتكلم يعني مثلا النهارده في المؤتمر على قضيه مهمه جدا، اللي هي قضيه الذكاء الصناعي والذكاء الرقمي والانذار المبكر للمناخ، وازاي ابقى عارف ان في اعاصير هتيجي، ازاي ابقى عارف ان ممكن هيحصل جفاف في المنطقه دي. ولهذا لابد من نقل الخبرات الخاصه بكل ما هو له علاقه بنمذجه، يعني اقدر اقول عليها نمذجه التاثيرات الخاصة بالتغيير المناخي وأثرها على الأمن المائي في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، بل على العالم كله. صحيح. إذا هذا يقودنا دكتور أحمد للحديث عن التكنولوجيا الحديثة وأهمية مواكبة التطور العلمي في هذا المجال في استخدامات المياه، سواء للزراعة أو للاستخدامات الأخرى. كيف ترى الملامح العامة المتعلقة بهذا الملف ومدى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة؟ يعني هذا الملف من أهم الملفات، لأن النهاردة أنت حضرتك شايفة أن احنا الرقمنة والعالم الرقمي اللي احنا بنعيشه والتحديث اللي بيتم في كل ما هو من كافة العلوم، وبالتالي احنا بنتكلم النهاردة على الذكاء الصناعي. وحتى حضرتك تعلمي أن المناخ له علاقة بالزراعة، علاقة وطيدة، لأن ليها علاقة بالغذاء، والتغيرات دي ممكن تعمل بعد كده نوع من التغيير في التنوع البيولوجي في أماكن وفي دول عديدة. وهذا ولما بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة وبيحصل جفاف، بيحصل بعد كده تصحر، ولهذا لابد ان يبقى فيه برمجة وبرامج عشان تعمل لي انذار مبكر، عشان اعمل انا آليات من التخفيف والتكيف من الآثار اللي انا ممكن اواجهها دي. يعني احنا النهارده برضو كان في المؤتمر بيناقشوا مشروع كبير جدا، اللي هو مشروع تحسين التأقلم مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ومنطقة الدلتا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وبتنفيذ من الصندوق المناخ الأخضر الإنمائي. لأن طبعا دي قضية كبيرة جدا، ده تعلمي حضرتك إن لما يحصل في الدلتا في سيناريوز في الدول اللي هي فيها دلتا زي مصر كده، لما يحصل ارتفاع لمنسوب مستوى البحار ممكن الدلتا دي تغرق، وممكن يحصل فيها تمليح في الأراضي، وبالتالي يحصل في هذه الأراضي صعوبة زراعتها مرة أخرى. وبالتالي كان هناك في تركيز كبير جدا على أن يحصل تكوين لتحالفات، هذه التحالفات هي الغرض منها حماية الشواطئ وفي نفس الوقت حماية الدلتا. ويمكن إحنا عندنا تحالف كبير جدا معمول لتعزيز سياسات التمويل والاستثمار من الدول لمواجهة الطوارئ المناخية من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل. واحنا بنشوف الكلام دوت اساسي ان هو معمول على منطقه الساحل البحر الابيض المتوسط، يمكن بحوالي طول 1100 كيلو متر. كل هذه المشروعات مصر كانت سباقه فيها، حمايه للشواطئ، الحمايه للدلتا. وفي نفس الوقت يعني انا احب اقول معلومه، ان مصر في تحالف، وهذا التحالف كان اتعقد المؤتمر الوزاري لائتلاف الدلتوات،
باب خاص بالدول 13 دولة اللي عندهم دلتا شبيهة باللي موجودة في مصر. تمام. ومصر بترقص الدورة الحالية. فبرضه كان من ضمن المحاور بتاع أسبوع القاهرة للمياه مناقشة إزاي يبقى فيه تحقيق للإدارة المتكاملة للحماية المستدامة في الدلتا عشان ما يحصلهاش السيناريوز. تمام، جزيل الشكر لحضرتك دكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة والمشاركة معنا، وأيضا للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور عبد الباسط العقيلي استشاري الأراضي والمياه بمركز بحوث الصحراء. دكتور عبد الباسط مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك معنا. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني في أي سياق تضع أهمية أسبوع القاهرة للمياه وفعالياته المختلفة أيضا كيف تتابعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك أنا بس عايز أعبر عن سعادتي بوجودي مع حضرتك، شرف كبير طبعا مع نجمة الإعلام، ومن حسن حظي برضو أن أنا وراء أستاذنا الدكتور أحمد أبو اليزيد وده أستاذنا كلنا، فده من دواعي سروري يعني. شكرا. اما بقى بالنسبه بقى لمؤتمر يعني في المؤتمر الاسبوع القاهره للمياه في دورته الخامسه، الحقيقه انه جاي في ظروف العالم كله بيعاني من التغيرات المناخيه، والمؤتمر ده يعني من اهم توصياته واهم فعالياته ان هو المياه في قلب المناخ، فالحقيقه ان هو ده تمهيد او الطريق الى المؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر الاطراف اللي خاص بالتغيرات المناخيه. والحقيقه لما نيجي نتكلم عن المياه والتغيرات المناخيه فالعلاقه بينهم وثيقه جدا جدا بشكل غير طبيعي. لما نتكلم عن التغيرات المناخيه يعني بنتكلم عن موجات جفاف تضرب العالم كله، بتاثر على العالم كله، وموجات الجفاف بتسبب فناء الحياه البشريه في اي مكان. لما بنتكلم عن التغيرات المناخيه بنتكلم عن يعني موجات سيول واعاصير، فدي من ناحيه. الناحيه الثانيه لما نتكلم بقى عن وفره المياه، لو دولة عندها وفرة في المياه بالتأكيد هيبقى عندها وفرة في الزراعة، كلما توفرت المياه زادت الزراعة قل الاحتباس الحراري مباشرة كده. كل قطرة مياه بتسبب انبات نبات، النبات ده بيمتص أكسيد الكربون بقلل الاحتباس الحراري. فإذا العلاقة بينهم علاقة معقدة جدا جدا جدا. إذا المياه توفرت قللنا الاحتباس الحراري، أصبح فيه استقرار في التقلبات المناخية والتغيرات المناخية. إذا ما قدرناش والتغيرات المناخية ضربت الأرض زي ما شفنا كده هيحصل فيه موجات جفاف كبيرة. الموجات الجفاف دي هيتبعها آثار اقتصادية مدمرة لاقتصادات الدول، هيتبعها آثار اجتماعية خطيرة جدا جدا من بعض الهجرات الداخلية والهجرات الخارجية من بين الدول بعضها أو حتى داخل القطر الواحد، وده هيعمل مشاكل كبيره جدا جدا اجتماعيه واقتصاديه للدول. فلما نتكلم النهارده التغيرات المناخيه المياه على راس اولويات الحديث، المياه والزراعه طبعا بشكل عام يعني هم دول اكثر حاجتين مرتبطين بالتغيرات المناخيه. اذا يعني استكمالا لما ذكرته من كلمات دكتور عبد الباسط، هناك قواسم مشتركه وثيقه ووطيده بتجمع ما بين قضايا المياه وقضايا التغيرات المناخيه لها انعكاساتها بطبيعه الاحوال على التنميه ومقتضيات التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه المستدامه. طبعا بالتاكيد ان طبعا للاسف الشديد احنا عندنا في مصر ومنطقه الشرق الاوسط وافريقيا بشكل عام احنا دول متاثره، يعني في دول مؤثره هي صاحبه الانبعاثات والدول الصناعيه الكبرى هي المسبب الاكبر في ظاهره الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه، ولكن الدول العربيه والدول الافريقيه هي المتاثره. فاحنا بقى بنستغل بقى المؤتمرات والفعاليات الدوليه اللي بتحصل سواء في المناخ او في اسبوع القاهره للمياه او اي فعاليه بتحصل في مجال الزراعه والري والمناخ والبيئه بشكل عام، وبنعرض بقى مشاكلنا للعالم عشان العالم كله يشوف حجم التاثيرات علينا احنا ايه، خصوصا ان احنا اصلا احنا دول بنعاني من الفقر المائي من اشد بقاع العالم كحوله، احنا بنعاني من ندره المياه وارتفاع معدلات الحراره ومعدلات التصحر، وهي قصه كبيره جدا جدا. فالمؤتمرات دي فرصه عشان نخلي العالم يشوفنا يسمع صوتنا، الدول صحيح. المسببه
على الاقل يكون في نوع من الدعم المادي والتكنولوجي لمواجهه او للتكيف مع التغيرات المناخيه. المؤتمرات دي بتكون فرصه لجلب دعم مادي، سواء بقى تمويل ابحاث علميه او مشروعات علميه او مشروعات بحثيه من العالم كله، الجهات العلميه في العالم كله، لتخفيف تاثير التغيرات المناخيه على الدول المتاثره والدول الافريقيه، ده عن طريق بقى بعض المشروعات الزراعيه ومشروعات تحليه المياه ومعالجه المياه. اذا لابد ان يكون هناك دكتور عبد الباسط تضافر دولي، وهي بطبيعه الاحوال مسؤوليه مجتمعيه بتقع على عاتق وكاهل الجميع، فكره كيفيه التعاطي والتعامل مع التغيرات المناخيه. وكما ذكرت في كلماتك منذ لحظات، وكما نعلم ايضا جميعا بان الدول الصناعيه او الدول المتقدمه هي المتسببه بشكل رئيسي في التداعيات السلبيه للتغيرات المناخيه، والدول الناميه في المقابل هي التي تدفع فاتوره هذه الممارسات الصناعيه. مظبوط، مظبوط جدا جدا. احنا بقى التضافر بقى بيتم ازاي؟ يعني التكاتف والتضافر بيتم ازاي بقى في المؤتمرات العلميه زي مؤتمر شرم الشيخ، زي اسبوع القاهره للمياه؟ دي بتبقى فرصه ان العالم كله، وزراء الري في العالم، وزراء المياه في العالم كله في 70 دوله يقعدوا مع بعض ويتكلموا، ننقل خبرات، نعمل ورش عمل، ننشر ابحاث علميه، نشوف ان نربط ده بالتكنولوجيات الحديثه. وانا هضرب لحضرتك مثال برضو عن اللي حصل في مصر في مجال المياه كنبذه يعني، وليست كل اللي حصل يعني. احنا عندنا في مركز بحوث الصحراء انشانا مركز التميز المصري لابحاث تحليه المياه. تمام. بدانا نصنع اجزاء التحليه اللي كنا بنستوردها من بره، بدانا نوطن الصناعه دي هنا بالتعاون طبعا ما بين مركز بحوث الصحراء وما بين القوات المسلحه طبعا، الانتاج الحربي يعني وزاره الانتاج الحربي، وبين الجامعات المصريه، عشان الاجزاء اللي كنا بنستوردها الغشاء الشبه منفذ اللي بيستخدم في التحليه بدانا نوطن صناعته. تمام. هنا بالتاكيد هنقلل تكلفه تحليه المياه. صحيح. يعني طالما توفرت الإرادة للتعاطي مع هذه الأزمات بالإمكان يعني تحقيق التحدي وتحدي المستحيل وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع تخدم وطننا الحبيب مصر. شكرا جزيلا دكتور عبد الباسط العقيلي استشاري الأراضي والمياه بمركز بحوث الصحراء على هذه المداخلة والمشاركة معنا. ومشاهدينا الكرام، متابعتنا الإخبارية تتواصل مع حضراتكم دائما على شاشة النيل الأخبار. تقبلوا تحياتي وإلى لقاء جديد.